مشاهدي قناة الشعب على شوف تغيير، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من الدار البيضاء. كما كنتم على وشاهد متابعينا في اللحظات العافية اللي شعلوها أفارقة جنوب الصحراء في المخيم ديالهم ولاد زيان في محطة ولاد زيان. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام أنا العافية الحمد لله، يعني بداو كما كنحاول أن كيحاولوا يخمدوا فيها الحمد لله. أنا أفارقة جنوب الصحراء يعني بداو يعني نقدروا نقولوا مابقاوش كيبانوا لنا نسبيا في هذه البلاصة هذه، يعني حيدوا من هذه البلاصة هذه الحمد لله، يعني بعد ما أنهم شعلوا العافية في هذه المنطقة هذه. كنشكروا واحد الخطر كبير كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي متابعينا، يعني واحد استنفار كبير لدعوة الأمن الوطني اللي كان في اللحظات كيما كتشوفوا معنا. اذا فانتم معنا على المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء كما كنتم معنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، فاستنفار كبير على عناصر الامن الوطني وعناصر الوقايه المدنيه اللي كيحاولوا يقوموا بمجهود جباره من اجل اخماد هذا الحريق هذا كما كنتم معنا مشاهدي الكرام. يعني الحريق كنا كنشوفوا كبير تفرقيا انفجارات قويه، كنا كنشوفوا بزاف ديال الحوايج، يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. فكما كنتم معنا مشاهدي متابعينا، يعني فانتم معنا على المباشر مباشره من الدار البيضاء كما كنتم معنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، فمباشره من محطة ولاد زيان محطة طرقية. يعني كتشوفوا يعني في اللحظات يعني الدنيا عامرة، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي متابعينا، يعني الله يحفظ السلامة الله يهدي الشوي ديال الخير. فشوفوا معنا عدد كبير يعني استنفار كبير لعناصر الأمن الوطني اللي جاو في اللحظات كما قلنا. فبقوا معنا مشاهدي أننا غادي نقربوكم أكثر من المكان ديال وقوع هاد يعني العافية اللي شعلات. كما كتشوفوا معنا عدد كبير ديال عناصر الأمن الوطني اللي جاو في هذه البلاصة هذه. فكما كتشوفوا خليكم معنا مشاهدينا الكرام نقربوكم أكثر المكان اللي واقعة فيه هاد العافية هذه. يعني حاشاكم الاخوان، يعني بنادم يعني هرب ولا حلماك لا لاح، هل لاح كوكوط، هل لاح طنجره، هل لاح كل واحد شنو لاح، وبنادم هربان الاخوان. فالله يحضر السلامه الله يدير شي ولد الخير، الله يحضر السلامه والله يدير شي ولد الخير. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي، فانتم معنا على المباشر مباشره من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء، يعني نايضه ديال بصح الاخوان، نايضه ديال بصح. يعني من بعد يعني كما قلنا بابا بغاو يعني انهم يحيدوا افارقه جنوب الصحراء من هذه البلاصه هذه، قدروا نقولوا انهم هجموا الاخوان، ماشي هجموا لانه شعلوا العافيه، يعني شعلوا العافيه في هذه البلاصه هذه كيف ما قلنا. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي، فمباشره من الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه الله يحضر السلامه الله يدير الشوي ديال الخير. في هذه اللحظات كما قلت لكم يعني عناصر الوقايه المدنيه باقي كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي جباره من اجل اخماد هذا الحريق هذا. فالله يدير الشوي ديال الخير الله يحضر السلامه الله يدير الشوي ديال الخير والله يحضر السلامه. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام يعني مباشره من الدار البيضاء، يعني هذه هي البلاصه اللي وقعت فيها الواقعه، هذه البلاصه اللي وقعت فيها الواقعه. كيف ما كتشوفوا معنا ان الدخان باقي شاعل، عناصر الوقايه المدنيه باقي كيحاولوا انهم يخمدوا هذا الحريق. فالله يحد الباس الله يلطف فينا الله يحد الباس الله يلطف فينا. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني مباشره من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء كيف ما كتشوفوا هذا عناصر الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يقوموا باخماد هذا الحريق هذا، يعني من بعد ان هذه العافيه هذه شدات في البلاصه كامله هنايا. فتشوفوا معنا الافارقه باقيين هربانين اخوان، الافارقه باقيين هربانين كما كتشوفوا معنا، يعني ما بقى عندهم فين يمشيو من بعد ما هما براسهم شعلوا العافيه في بلاصتهم الاخوان. يعني ما فهمتش الاخوان اش غادي يديروا. الله يدير الشوي ديال الخير الله يلطف فينا. يعني كتشوفوا انهم بدون ماوى تلاحوا للزنقه الاخوان، تلاحوا للزنقه. يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام في اللحظات يعني استنفار كبير على صلاة الامن الوطني. يعني شوفوا معنا افارقه جنوب الصحراء كما كتشوفوا، يعني هما يعني باقيين يعني ما قعدوا فين يمشيو دابا، يعني من بعد يعني ما فهمتش انهم يعني قبيلات كانت اجواء عاديه حتى كنتفاجئوا العافيه علاش كنت عليها. يعني كنشوفوا التفرقيع البوطات كيتفرقعوا ونايضه ديال بصح الاخوان. يعني في اللحظات يعني راه عناصر الوقايه المدنيه راه واحد لمده ازيد من ساعه ونص هما كيحاولوا يطفيو العافيه، مده ازيد من ساعه ونص وعناصر الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يطفيو العافيه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعينا. فمباشره من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء كما كتشوفوا ان العافيه اللي شعلات في البلاصه في اللحظات عناصر الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يقوموا باخماد هذا الحريق هذا اللي شد في البلاصه هذه. فالله يرحمنا الله يلطف بينا الله يرحمنا الله يلطف بينا. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام فانتم معنا على المباشر مباشره من الدار البيضاء، يعني كتشوفوا يعني استنفار كبير ديال عناصر الامن الوطني، لا امن وطني لا وقايه مدنيه لا قوات مساعده ملكيه لا قوات مساعده لا، يعني الكل كيقوم بمجهودات جباره، الكل واقف على قدم وثاق باش انه يسهل يعني باش انهم يعني يقوموا باخماد الحريق هذا باش انهم يسيطروا على هذا الحريق هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. كما كتشوفوا ان افارقه جنوب الصحراء باقيين الاخوان باقيين الافارقه باقيين خارجين، يعني كما قلنا ما عرفناش يعني فين غادي ما عرفناش يعني ما فهمتش هاد الناس هادو. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعينا فانتم معنا على المباشر مباشره من الدار البيضاء. فكنتمنى منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا على اوسع نطاق، يعني
يعني يحسن عوان هاد الناس هادو صراحه، يحسن عوان هاد النزاعه على الوقع المدني باش انك تشوف يعني في هاد الاجواء هادي وفايق وكتقاشي يعني في هاد البرد هذا وكتطفي العافيه والصاد عشان يعني في ساعه ونص يعني العافيه طفاش كل الاخوان العافيه طفات دابا الاخوان الحمد لله يعني عناصر الوقع المدني صدروا انهم يخمدوا هاد الحريق هذا فواحد الظرف اللي هو وجيز جدا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا. فالله يحضر السلامه، الله يحد الباس، الله يلطف بينا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف قناه شوف تيفي. فانتم معنا على المباشر مباشره من الدار البيضاء ديال البلاصه اللي شعلات فيها العافيه هنايا في افارقه جنوب الصحراء كما قلنا، شعلوا العافيه هنايا في هذه البلاصه ولاحوا فيها البوطاش. فكالناس معنا كانت تفرقيع كتلاقي يعني كتسمعي تفرقيع يعني واحد الصوت مرعب جدا يعني الناس ولاو خايفين كلشي هربان يعني. الله يحضر السلامه، الله يلطف بينا، الله يرحمنا، الله يحضر السلامه، الله يلطف بينا، والله يرحمنا كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شعب. فانتم معنا على المباشر مباشره من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء في هذه البلاصه هذه كيف ما قلنا هي هنا في يعني كانوا افارقه جنوب الصحراء مستغلين هذه البلاصه هذه ودايرينها كمستوطنه ديالهم. فكلشي كتجي الاولاد زيان كتلقى افارقه جنوب الصحراء هنايا كيديروا ما بغاو يعني بزاف ديال الحوايج كيوقعوا هنايا بزاف ديال الحوايج كيف ما قلنا ان شاعت كانت الاخبار كتقول انهم كانوا كيبيعوا الكوفه كيبيعوا الحشيش. والغريب في الامر والكارثه العظمى الاخوان هي اننا ملي شفنا كشفنا دريات هربانات الاخوان مغربيات فتيات قصيرات خارجين الاخوان مع افارقه جنوب الصحراء هربانات دري ناني 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 هو اللي باقى العافيه وقع الاخوان ابو فضل حارس عناصر الوقايه المدنيه غيحاولوا انهم يدخلوا كما كتشوفوا معنا يعني عناصر الوقايه كما قلنا الاخوان. الغريب في الامر ان داكشي اللي شفنا الاخوان راه ما يمكنش كتلقى دريه الاخوان تخيلوا معايا انا طفله قاصر فتيات يعني ايه من الجمال فتيات قاصرات وخارجين هربانين حتى هما وخرجوا من خارجين من كل عشش يعني ما فهمتش انا هاد البلاصه كانت ديجا افارقه جنوب الصحراء كنتفاجئ ان فتيات قصيرات مغربيات خارجين من تماك كنتفاجئ ان دريه بعقلها خارجه لابسه لباس غير محتشم وخارجه هربانه كتجري فاش كانت داخله كدير تماك اش دخلها لهذيك البلاصه. الله يحضر السلامه والله يلطف بينا ان لم تستحي فافعل ما شئت كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. فانتم معنا على المباشر مباشره من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. فكما قلنا لكم مشاهدينا الكرام ان شفنا شي حوايج اليوم يعني كما حجز واحد الكميه كبيره ديال البوطات قليله الغاز. فالغريب في الامر والكارثه العظمى انا اللي ما فهمتش انايا هو اننا كنشوفوا يعني عدد كبير يعني كما قلنا ديال الفتيات المغربيات كتلقى وحده يعني خارجين بزاف ديال الناس غيقول لك واره ما هذا اذا من تماك بالله عليكم واش وحده غادي تدوز من هنا مع 5 الصباح بالله عليكم واش وحده غدوز من هنا مع 4 الصباح خارجين مزيرين وهربانين وملي كيسولوا مع الناس المواطنين فين غيقولوا ما عندي فين نمشي واش ما عندك فين تمشي اش هاد الحاله هادو اللي كنشوف. فالله يعفو على هاد البنيات هادو والله يدير لهم شي تاول ديال الخير. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا فانتم معنا على المباشر مباشره من الدار البيضاء فهذه البلاصه كما قلنا هنايا اللي كانت مستوطنه ديال يعني كما قلنا ديال افارقه جنوب الصحراء اللي كانوا مستغلين هذه البلاصه هذه اللي كانوا عايشين فيها يعني كانوا كيبيعوا ويشروا فيها كيطيبوا فيها كياكلوا فيها بزاف ديال الحوايج كتلقى يعني افارقه مسرحين مجبدين في الارض كتجي مولات زيان كتلقى واقف قدام مولات زيان مسرح مجبد. فالله الله يدير التول ديال الخير الله يحفظنا الله يلطف بينا الله يحفظنا الله يلطف بينا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء من محطه ولاد زيان كما كتشوفوا انها كانت نايضه ديال بصح استنفار كبير ديال عناصر المواطنين اللي جاوا يعني وقاموا بمجهودات جباره من اجل اخماد هذا الحريق هذا. فلا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعينا يعني في اللحظات عناصر الوقايه المدنيه باقيين كيحاولوا انهم يسيطروا على هذا الحريق باقيين كيحاولوا انهم يقوموا باخماد هذا الحريق هذا. فالله يلطف بينا والله يرحمنا الله يشوف من حالنا الله يلطف بينا الله يرحمنا الله يشوف من حالنا كما كتشوفوا معنا. فكنتمناو منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على وسط النطاق وكنتمناو من جميع الناس يعني انهم يتاخذوا حيطه والحضاره ردوا البر الوصمه نحن الوصمه يعني كما كتشوفوا في هذه اللحظات استنفار امني كبير تحسبا لاي طارئ يعني تحسبا لربما ان يكونوا افارقه جنوب الصحراء باقين هنايا ويقدروا يهاجموا ولا شي حاجه كلشي ممكن الله اعلم يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتابعين. الله يحضر السلامه الله يحد الباس الله يحضر السلامه الله يحد الباس كيف ما كتشوفوا معنا يعني هذه المنطقه هنا فين شعلوا العافيه افارقه جنوب الصحراء اللي شعلوا كنا كنسمعوا التفرقيع يعني كتسمع يعني التفرقيع ديال بصح الاخوان الله يدفع الله يحفظنا الله يرحمنا والله يلطف بينا الله يحفظنا والله يرحمنا والله يلطف بينا كيف ما كتشوفوا معنا. فكنتمنى منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على وسط النطاق يعني والله الله يلطف هاد الناس هادو حنا ماشي ضد اننا يحيدوا الناس ولكن حنا غندير لهم ان شاء الله شي تاويل ولكن اللي حنا ضدهم انهم يقوموا باحتلال الملك العمومي وكانوا كيبيعوا لنا التجاره في مخدرات التجاره بزاف ديال الحوايج كانوا كيشكلوا واحد الخطر كبير على السكينه على الناس اللي كيجيو هنا المحطه ولا زيان. ف يعني الحمد لله في هذه اللحظات كنشوفوا ان يعني تم يعني حيدوهم حتى
تحيدوا يعني تم الترحيل ديالهم فين غادي يمشيو، فهذيك المعلومات غيعرفوها السلطات ما غنعرفوهاش حنايا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا مباشره من مدينه الدار البيضاء من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء مباشره على المباشر. هذه المنطقه اللي شلات فيها العافيه هنا فين كان المخيم ديال افارقه جنوب الصحراء اللي كانوا محتلين هذه المنطقه هذه وكيعيشوا فيها. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تلفزيون شباب القدر، نلقاكم في مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.